صباح الخير واهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا، بداية صباح الخير. رح نبدأ معك هند، خلينا نحكي شوي عن نشاطات الجمعية. عرفنا انه انتم موجودين على ارض الواقع من 2005. تمام. هلا نحن يعني نشاطات الجمعية، جمعية تأسست بعام 2005 لحتى تدعم كل ابناء الجولان وين ما كانوا. طبعا هلا نحن اتفقنا انه اول شيء حنعبر يعني عن الفعاليه اللي احنا عملناها هلا، اللي هي وقفه عز لابناء الجولان. نحن كمجتمع اهلي، كمجتمع ابناء الجولان، كمجتمع سكان اصليين لهالارض الطاهره، لازم يكون عندنا موقف حازم، موقف شديد تجاه اللي صار، تجاه التوقيع او الفرض اللي فرضه علينا ترامب المعتوه لحتى يعطي ارض مانا لإله، لحتى يعطي ارض مانا لإله مو من حقه لكيان صهيوني غاشم محتل. نحن كابناء جولان كان عندنا وقفه، كان عندنا موقف حازم، كان عندنا فكره لازم نوصلها للعالم. لهيك نحن كمتطوعين كجمعيه المبادرات الخيريه لابناء جولان اجتمعنا كلياتنا ونسقنا مع بعض انه لازم يكون عندنا الموقف. فاتفقنا طبعا اللي عطى الفكره هو السيد احمد عوض، رئيس جمعيه المبادرات الخيريه. نحن كلياتنا تناقشنا وكل حدا عطى موقف وكل حدا منا عطى فكره نعملها بالفعاليات اللي حتصير. عملنا موقف اعتصامي لمده 10 ايام مدينه البعث بالقنيطره. بتحبي احكي لك عن الفعاليه؟ رح نتطرق للفعاليه اكثر، ولكن عامر صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا فيك مشاهدينا. اهلا وسهلا فيك هند. يمكن ضوت لنا شوي على دور الجمعيه بالوقت الحالي، ولكن خلينا نحكي عنها بكل الاوقات. شو دور الجمعيه؟ شو بتقدم للناس؟ كيف بتجمع اهالي الجولان؟ مثل ما تفضلتوا بالبداية، نحن انطلقنا بشكل رسمي عام 10/3/2005 مرخصة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومسجلة في وزارة الخارجية. بدأنا العمل الخيري الإنساني في محافظة القنيطرة وتجمعات النازحين في محافظة طريف دمشق ودمشق. بدأنا بتقديم الخدمات للفقراء والمحتاجين ورعاية الأيتام وكفالتهم. قمنا بتكريم المتفوقين في المدارس، قدمنا الخدمات الصحية لهم ضمن مراكزنا. عام 2006 أثناء حرب تموز فتحت الجمعية 8 مراكز إيواء، قدمنا من خلال الخدمات للنازحين من لبنان الشقيق. عام 2013 قمنا بتوقيع اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي WFP، من خلال استهدفنا 16,000 عائلة من أبناء محافظة القنيطرة، قدمنا لكل عائلة سلة غذائية. عام 2016 قمنا بتوقيع اتفاقية مع منظمة الصحة العالمي WHO، من خلال قمنا بتقديم خدمات صحية لكافة أبناء الشعب السوري ومن هو بحاجة من الأشقاء العرب، من خلال القيام بعمليات جراحية وتصوير أشعة وتحاليل مخبرية. يعني كاملة مكملة، كاملة مكملة الجمعية. نعم أكيد. ليا، يمكن كانت عم تحكي لنا هند عن الوقفات الاحتجاجية. مثل ما عرفنا وكاميرا الإخبارية السورية أكيد كانت مواكبة لكثير من الوقفات الاحتجاجية، مو بدمشق لا بكل المحافظات. خلينا نحكي اليوم برأيكم قديش هاي الوقفات قادرة اليوم توصل رسالة أو يمكن تترك أثر بالمجتمع الدولي. صحيح. هلأ نحن كأبناء جولان نحن مثلهم، الأبناء جولان يلي جوا. هلا انا يعني انا واقراني اللي ابناء جولان يلي ما خلقنا بالجولان، يلي خلقنا هون بالشام، بس كياننا من هيك، ترابنا اللي تاسسنا منه، البذره اللي نحن خلقنا منها هي من الجولان، فهي قضيتنا الاولى والاخيره. لهيك دائما دائما عندنا رساله ودائما لازم نوجهها بالطريقه الصح. بتحبي احكي لك عن الفعاليه اللي احنا عملناها؟ هي اعتصام 10 ايام بمدينه البعث بالقنيطره. اول يوم نحن هلا قطعنا صوت كثير فيها، اليوم الخامس. اول يوم كان في وقفه عز لارواح الشهداء، وكان في كلمات للحضور يلي كانوا موجودين. ثاني يوم حضرت السيده جانسيت قازان والسيد المحافظ، ورسمنا نحن واشبال الجولان
كلمة الجولان لنا ولوناها بالعلم السوري لنسبة جولان سوري وحيبقى سوري، وبصمنا بالدم وتبرعنا بالدم للجيش العربي السوري. ثالث يوم كان في معرض لصور وأثار الجولان، طبعا اللي تكلف انه يشرح هالمعرض هو رئيس قسم الأثار بالإنيطرة السيد فارس الصفدي. رابع يوم امبارح كان يوم مميز، طلعت حشود هائلة من الجوامع بخان أرنبة ومدينة البعث باتجاه خيمة العز، لقيناهم نحن كمتطوعين وكلياتنا صدحنا بصوت واحد إنه جولاني جولاني جنة، بالروح بالدم نفدي وطننا. اليوم طبعا هلا رفقاتي المتطوعين عم يجهزوا لمعرض فن تشكيلي بالتعاون مع اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين. بكره ان شاء الله حيكون عندنا ماراثون ضخم، نتمنى من كل حدا سوري حابب يشارك، من كل حدا جولاني، جولاني ما بقصد بس نحن كجولانيين، اي حدا طبعا سوري. جولاني كلنا جولانيين، ان كان حمصي ولا لادقاني ولا حموي، كلنا دمنا جولاني، كلنا بنحب الجولان، لهيك بنتمنى من الكل انه يشارك معنا. اعطينا معلومات اكثر لكل حدا حابب يشارك. هلا في معلومه طبعا عن طريق السوشيال ميديا، هلا احنا عاملين ايفنت على الفيسبوك وعندنا الهاشتاج عاملينه على تويتر، في اي حدا يقدر يشوفه ويعرف المكان منيح ويتفضل لعنا، يا ريت من كل حدا سوري يتفضل معنا. اكيد نحن اكيد بنضم صوتنا لصوتكم يعني. ان شاء الله. بالختام عامر، شو بتحب توجه كلمه اخيره غير الدعوه اللي دعيناها لكل الناس للمشاركه بالماراثون؟ طبعا نحن في عندنا حملات كثيره كانت ومبادرات قمنا فيها مشان الاطفال كمان مع منظمة الأمم المتحدة اليونيسف، قمنا بعدة حملات، راجع لك مدرستي، المدرسة اشتاقت لك، كمان محضرين هلأ لشهر رمضان إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم بالصحة وبالسلامة يا رب، إفطار صائم، كسوة العيد للفقراء واليتامى والمحتاجين. نعم أكيد. هند هاروني منسقة إعلامية في جمعية الخيرات، في جمعية المبادرات الخيرية لأبناء الجولان، وعامر جرادات مدير الموارد البشرية، يسعد صباحكم وأكيد كل التوفيق لكم بنشاطاتكم القادمة. شكرا لكم. صباحك. شكرا لك. أهلا وسهلا في